كرة السلة سيدات بيلعبوا نفس الماتشات او نفس الراوند بتاع الرجال، بيلعبوا التمهيدي بتاع دوري المرتبط. لعبنا خمس ماتشات او لعبنا الماتش الخامس النهارده، كان مع الظهور وانتهى من دقائق وفزنا 80-27، الف مبروك. ده كده الماتش الخامس، الحمد لله العلامه الكامله. عندنا بكره الصيد وفرقتنا متصدره المجموعه طبعا بعد الفوز بالخمس ماتشات كبار وصغيرين، وطبعا فرقتنا بتحافظ على اللقب، او دي رحله الدفاع عن اللقب لان احنا حامل اللقب السنه اللي فاتت. طبعا الفريق بيفتقد جهود ثريا الحقيقه اللي اتصابت برباط صليبي، وطبعا هي في مرحله التجهيز للعمليه، ان شاء الله تكون معانا قريب ونطمن عليها ونعرف ايه اللي تم معاها. طبعا العمليه ما ينفعش تعمل بسرعه، لازم الاول الورم اللي في الركبه يروح عشان تقدر تعمل العمليه، كلنا عارفين الكلام ده وكل الرياضيين عارفين الكلام ده. هي في مرحله دلوقتي التجهيز وبتعمل تقويات قبل العمليه عشان بعد العمليه العلاج الطبيعي يبقى اسهل من الاول. وانا عارف الحقيقه ثريا راحت لكذا دكتور، انا متابع الحقيقه الوضع ايه، وخلاص يعني هي قاب قوسين او ادنى انها تعمل عمليه. الف سلامه عليك ان شاء الله، ونتمنى للفريق انه يفوز باذن الله ويعوض غياب نجمه كبيره زي ثريا باذن الله.